السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الطلاب وأهلاً وسهلاً بكم عبر قناة روافد التعليمية. معكم المعلم وسام درويش الغرباوي معلم اللغة العربية للصف السادس. نستكمل في هذه الحلقة شرح درس الجموع. ما أوجه الشبه والاختلاف بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؟ نبدأ بأوجه الشبه. أحسنت يدل جمعان على ثلاثة فأكثر. مميز حروف مفرد الجمعين تسلم من التغير عند الجمع. رائع هناك أحرف محددة تزاد على آخر الجمعين. أما بالنسبة لأوجه الاختلاف. أحسنت جمع المذكر السالم. يدل على المذكر فقط، أما جمع المؤنث السالم فيدل على المؤنث فقط. مبدع، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أما جمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. أشكرك، جمع المذكر السالم يزاد على مفرده واو ونون او ياء ونون اما جمع المؤنث السالم يزاد على مفرده الف وتاء ومن امثله جمع المذكر السالم مهندسون ومن امثله جمع المؤنث السالم مهندسات اهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من الدرس ان تتعرف الى جمع التكسير أن تحدد علامات إعراب جمع التكسير. أن تعلل سبب تسمية جمع التكسير بهذا الاسم. أن تستنتج القاعدة النحوية. أن تطبق القاعدة النحوية. أعزائي الطلاب، نلاحظ الأمثلة في المجموعة ج. المثال الأول: زار السياح المسجد الأقصى. السياح مفرد أم مثنى أم جمع؟ أشكرك جمع ما مفردها؟ مميز السائح هل طرأ تغيير أو تحريف على مفرد الكلمة عند جمعها؟ أصبت نعم طرأ تغيير فقد حذفت أحرف وأضيفت أخرى فماذا نقول عن هذا الجمع؟ مبدع جمع التكسير من الذي قام بفعل الزياره احسنت السياح فالسياح فاعل ما الحاله الاعرابيه للفاعل ممتاز الرفع فكلمه السياح فاعل مرفوع ما علامه رفعها اصبت الضمه فما اعراب السياح ممتاز فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه فجمع التكسير يعرب بالحركات فيرفع بالضمه المثال الثاني زين المسيحيون كنائسهم كنائس مفرد ام مثنى ام جمع ممتاز جمع ما مفردها اصبت كنيسه هل طرا تغيير او تحريف على مفرد الكلمه عند جمعها ممتاز نعم طرا تغيير فقد حذفت احرف واضيفت اخرى فماذا نقول عن هذا الجمع مبدع جمع تكسير الجمله فعليه وفاعلها المسيحيون على من وقع فعل التزيين. أحسنت وقع على الكنائس، فالكنائس مفعول به. ما الحالة الإعرابية للمفعول به؟ أصبت النصب، فكلمة كنائس مفعول به منصوب. ما علامة نصبها؟ رائع الفتحه فما اعراب كنائس مبدع مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه فجمع التكسير يعرب بالحركات فينصب بالفتحه المثال الثالث القدس عروس المدائن المدائن مفرد ام مثنى ام جمع رائع جمع ما مفردها احسنت المدينه هل طرا تغيير او تحريف على مفرد الكلمه عند جمعها ممتاز نعم طرا تغيير فماذا نقول عن هذا الجمع مبدع جمع تكسير ما الحاله الاعرابيه للاسم المدائن ممتاز الجر وما علامتها الاعرابيه رائع الكسره فجمع التكسير يعرب بالحركات فيجر بالكسره نستنتج اعزائي الطلاب من الامثله السابقه ان جمع التكسير اسم يدل على ثلاثه فاكثر من جنس المذكر او المؤنث بتغيير احرف مفرده عند الجمع ونستنتج أن علامات إعراب جمع التكسير هي علامات أصلية أي بالحركات فجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ما سبب تسمية جمع التكسير بهذا الاسم؟ ممتاز جمع لأنه يدل على ثلاثة فأكثر تكسير لأن حروف مفرده عند جمعه تتغير وتتبدل وتتكسر فلا تسلم من التغير فمثلا ما جمع شهيد أحسنت شهداء فنلاحظ أن الياء حذفت وأن الألف والهمزة أضيفت إضافة نجيب عن الأسئلة الآتية على أمثلة المجموعة جيم السؤال الاول نجمع الكلمات الاتيه نافذه ممتاز نوافذ وشيجه رائع وشائج يوم اصبت ايام السؤال الثاني نضع اشاره صح امام العباره الصحيحه واشاره خطا امام العباره غير الصحيحه واحد جمع التكسير يأتي للمذكر فقط أحسنت خطأ لماذا؟ رائع لأن جمع التكسير يأتي للمذكر والمؤنث اثنين يرفع جمع التكسير بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة مبدع عبارة صحيحة أحسنتم أعزائي الطلاب نستنتج أعزائي الطلاب أن جمع المذكر السالم اسم يدل على ثلاثة فأكثر من جنس المذكر بزيادة واو ونون أو ياء ونون على آخر مفرده وأن جمع المؤنث السالم اسم يدل على ثلاثة فأكثر من جنس المؤنث بزيادة ألف وتاء على آخر مفرده وأن جمع التكسير اسم يدل على ثلاثة فأكثر بتغير ترتيب احرف مفرده عند الجمع ونستنتج ان جمع المذكر السالمه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء ايضا وان جمع المؤنث السالمه يرفع بالضمه وينصب بالكسره ويجر بالكسره ايضا وان جمع التكسير يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسره نجيب الان عن اسئله تطبيقيه على الدرس السؤال الاول نحدد نوع الجمع في الكلمات الاتيه مجتهدون احسنت جمع مذكر سالم مساجد ممتاز جمع تكسير عواصم رائع، جمع تكسير. معلمات مميز، جمع مؤنث سالم. مسؤولين أصبت، جمع مذكر سالم. أصوات مبدع، جمع تكسير. السؤال الثاني: نحدد الحالة الإعرابية والعلامة الإعرابية للكلمات المخطوطة. واحد، الشهداء أكرم منا جميعا. ما الحالة الإعرابية لكلمة الشهداء؟ أشكرك مرفوعة، وما علامة إعرابها؟ أحسنت، الضمة. اثنين، خلق الله السماوات والأرض بالحق ما الحالة الإعرابية لكلمة السماوات؟ عصبت منصوبة ما علامة إعرابها؟ مبدع الكسرة لأن جمع المؤنث السالمة ينصب بالكسرة ثلاثة اشتريت من البائعين ما الحالة الإعرابية لكلمة البائعين؟ مميز مجروره وما علامه إعرابها؟ أصبت الياء لأن جمع المذكر السالم يجر بالياء. السؤال الثالث. نحول الاسم المفرد المخطوطه الى جمع مع تغيير ما يلزم. واحد كرم المعلم المتفوقة. ممتاز. كرّم المعلم المتفوقين. اثنين شرحت المعلمة الدرس أصبت شرحت المعلمات الدرس. ثلاثة غرّد العصفور على الغصن. مبدع غرّد العصفور على الأغصان. السؤال الرابع: نكمل الفراغ حسب المطلوب. واحد زرع الفلاح فراغ، أكمل بجمع تكسير. ممتاز، الأشجار زرع الفلاح الأشجار. اثنين فراغ رحيمات بأبنائهن، أكمل بجمع مؤنث سالم. أحسنت، الأمهات الأمهات رحيمات بأبنائهن ثلاثة نرجو الخير لي فراغ على ثغور الوطن أكمل بجمع مذكر سالم ممتاز المرابطين نرجو الخير للمرابطين على ثغور الوطن السؤال الخامس نعرب ما تحته خط واحد، الطبيبات ماهرات في معالجة المرضى، ما إعراب كلمة الطبيبات؟ ممتاز، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اثنين، شجع المعلم الطلاب. ما إعراب كلمة الطلاب؟ رائع، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اعزائي الطلاب نكون هنا قد وصلنا الى ختام درس الجموع. نرجو من الله ان تكونوا قد حققتم الفائده المرجوه من الدرس. نلقاكم باذن الله تعالى في درس جديد. كان معكم المعلم وسام درويش الغرباوي معلم اللغه العربيه للصف السادس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.